قبول البعض شكله الوقت تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم هو إذن حكم يقلب موازين اللعبة السياسية في مصر ويمنح الأطراف السياسية فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والمواقف. غالبية ردود الفعل على هذا الحكم جاءت مرحبة به، وتساوت في ذلك الأحزاب الليبرالية والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. ونطلب أيضا حكومة محايدة أو حكومة ائتلاف وطني. نحن نطلب أيضا من الرئيس أن يراجع مؤسسته وأن يراجع مستشاريه وأن يراجع مساعدي. يعني إيه المحكمة الإدارية تلغي انتخابات البرلمان؟ مش كل حاجة كانت تمام والخلود جاني من مجلس الشورى وأنا صدقت عليه وأعلنته؟ نعم، بس المحكمة قبلت الطعون المتقدمة ضد القانون ورجعت القانون تاني للمحكمة الدستورية. أصل الدستور الجديد خلى الدعوة للانتخابات غير سيادية يا دكتور. يعني إيه؟ ما أنا كده مش فاهم. انتوا قلتوا ان الدستور الجديد ده تم زي ما احنا عاوزين بالظبط وان كل مشاكلنا القانونيه خلصت. اهدى بس يا دكتور، الموضوع مش محتاج الانفعال ده كله، الحاجات دي كلها نعرف نتعامل معاها. وعلى فكره تاجيل الانتخابات مش حاجه وحشه، بالعكس هيدينا فرصه نهدى ونقطع الطريق عن المعارضه اللي كل شويه مقاطعه والحاجه بتاعتهم اللي انت عارفها. يعني انتوا مش شايفين ان حكم زي ده في اعتداء على مؤسسة الرئاسة؟ ما أنا كل ما أخد قرار هتطلع لي بقى المحكمة تلغيه. لا، أنا لازم أطعن على الحكم ده. باشمهندس خير الطلب إن الرئاسة تفضل بعيد عن موضوع الطعن على قرار المحكمة، وإنها على العكس المفروض تطلع بيان تقول فيه إنها بتحترم حكم القضاء وقرار المحكمة، وإنه ده أفضل بكتير من إنه كانت الانتخابات تبدأ وبعد كده تتوقف بعد إهدار المال والوقت. أما موضوع الطعن ده فهيترتب بشكل مختلف. على بركة الله، انتوا شايفينه صح اعملوه.